وتطلق واحد الهاشتاج في واحد الوقت ان الناس كيقولوا ارحل يا وزير الاوقاف. الناس صراحة ما نكذبش عليكم، انا معجب جدا معجب جدا بالسلوك ديال كثير من الساسة ديال اوروبا وامريكا. اشنا هو هذا السلوك؟ كتلقى وزير مثلا كتوقع واحد الواقعة اللي تحت المسؤولية ديالو، واخا هو ما عنده بها علم، واخا كاينين الناس اللي تحت منه، الناس اللي تحت منه، الناس اللي تحت منه هما اللي كيتحملوا المسؤولية، لكن الذي يعجبني فهؤلاء الناس هو ان الوزير ما كيتسناش تيقولوا ليه الناس ارحل يا الوزير، ارحل السي الوزير، ابدا. الوزير كياخذ البادره من راسه ويعلن على الملأ استقلاله. اش من نفسيه هذه؟ اش من همه هذه؟ اش من خلق هذا؟ هذا هو خلق الاسلام يا عباد الله. والله اخذوا خير ما في ديننا، وديننا كله خير، وأخذنا أسوأ ما عندهم. الوزير اللي ما حيدوش الملك، الله ما يتحرك لك من تما بحال الطروطوار ديال 1960 اللي باقي في بعض الأماكن. الزفت كيتبدل مرة مرة، كيدار الزفت لهذاك الشارع الصغير، والطروطوار هذوك دوك الحجرات ديال الطروطوار ما كيتبدلوش، حتى كيولي الزفت قريب يكون مقاد مع الطروطوار. مي كتجي كتشوف هذاك الطروطوار شحال عنده من عام وهو تما، كتلقاه 60 عام ولا 50 عام وهو تما ما كيتقلعش. اللي ما حيدوش الملك أو الله ما يحيد، ما يحشمش واحد النهار ويقول بأن هذه المسألة أنا أتحمل مسؤوليتها وأنا أعلن بأنني كنقدم استقالة ديالي. جا كما قلنا جات كورونا، السي الوزير تمرح لينا مزيان وانتقم لينا مزيان من الدين ديالنا،